السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا نموذج للمراقبة المستمرة في الرياضيات خاصة بالمستوى الثاني. إذا غادي نبدأ بالتمرين الأول. المطلوب منا أن نكمل الفراغ. إذا عندنا أعداد بالأرقام، حنا غنكتبهم بالحروف، والعكس عندنا بالحروف وغنكتبهم بالأرقام. إذا 89، إذا غنكتبو 89. العدد الموالي 43، 43. دابا غنكتبو الأعداد اللي عندنا بالحروف، غنكتبوهم بالأرقام. 72، إذا 72. 90، إذا غنكتبو 90. غادي ندوزو للتمرين الثاني. قارن باستعمال الرمز أصغر أو أكبر. إذا 79 و81، إذا 79 أصغر من 81. 56 و65، إذا 56 أصغر من 65. 91 و69، إذا 91 أكبر من 69. التمرين الثالث. رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذا لاحظوا معي الأعداد: 25، 17، 86، 66، 52، 47. إذا إذا لاحظتوا ف 17 هو أصغر عدد، إذا 17، يليه 25. إذا 25 غادي يجي، إذا غنضربو على 17، غادي نضربو على 25. إذا مباشرة غادي يجي مورا 25 47، إذا 47 غادي يجي مورا 47 52، غنكتب 52. مورا 52 عندنا 66، ثم 86. إذا أكبر عدد هو 86. التمرين الرابع. احصر الأعداد الموالية بين عشرتين متتاليتين، إذا 53، إذا فهي محصورة بين 40 و أو عفوا 50 و60، 50 و60. 87 محصورة بين 80 و90، 24 محصورة بين 20 و30. التمرين الموالي. إذا أحسب العمليات الآتية. عندنا العمليات ديال الجمع والطرح. إذا غادي نبداو بالطرح. 7 ناقص 8، إذا لا يمكن، غادي ندير 17، نضيف 10 هنا وواحد إلى 4. إذا 17 نقصت منها 8 كيبقى 9، و6 نقصت منها 5، إذا هنا 4 زائد 1 راه ولات 5. 6 ناقص 5 1. 8 ناقص 2، إذا تساوي 6، و4 ناقص 4 0، إذا النتيجة هي 6. 8 زائد 3، إذا 8 زائد 3 كتساوي 11، نكتبو 1 ونحتفظو بواحد. 1 زائد 3 4، زائد 2 6، إذا النتيجة تصبح 61. 8 زائد 1 9، 4 زائد 3 7، إذا النتيجة هي 79. السؤال الأخير. عندنا مسألة ولا وضعية إدماجية، إدماج المكتسبات، يعني باش نحلو واحد الوضعية. يحمل قطار 98 مسافر، إذا عندنا واحد القطار فيه 98 مسافر. ملي وصل لواحد المحطة نزلو 21 راكب. أحسب عدد المسافرين الذين باقوا في القطار. إذا هاد القطار هذا كيهز معاه 98، وقف واحد المحطة نزلو 21، إذا شحال بقى؟ هنا غادي نديرو عملية الطرح. إذا 98 غادي نقص منها 21، إذا عملية الطرح. 8 ناقص 1 إذا 7،
تسعة ناقص اثنان سبعة. إذن عدد المسافرين الذين بقوا في القطار هما 77 مسافر. إذن هذا هو الجواب ديال هذا النموذج الكتابي، كنتمنى أنه يفيدكم. موعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو قادم، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.